بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الكرام، الحديث في هذه الدقائق حديث عن موسم من أجل وأعظم المواسم التي جعلها الله عز وجل ميداناً لعباده المؤمنين ليتسابقوا فيها ويتقربوا إليه عز وجل بأنواع القربات. هذا الموسم هو موسم أيام عشر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا، نوه الله جل وعلا بشأنها فأقسم بها، فالعظيم جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم. قال جل وعلا: وليال عشر. قال الجمهور وابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد بقوله جل وعلا وليال عشر عشر ذي الحجة. وجاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني أن العمل المفضول الذي يوقعه العبد في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد، فقال للسائل: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وأن تصوم فلا تفطر؟ إذن صدقة يتصدق بها العبد في عشر ذي الحجة، أو يوم يصومه في عشر ذي الحجة، أو تسبيحة أو تكبيرة أو أي عمل صالح يتقرب به الله عز وجل في عشر ذي الحجة، يفضل الجهاد في سبيل الله إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد، وهو جهاد من عقر جواده وأهريك دمه، بمعنى أنه خرج فذهب ماله وذهبت نفسه. أما ما سوى ذلك من أنواع الجهاد فإن العمل المفضول الذي يوقعه العبد في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فهو باب عظيم، موسم كريم، ينبغي لأهل الإيمان أن يغنموه في طاعة الله. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون هذه الأيام أيما تعظيم. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يجتهد في هذه الأيام اجتهاداً لا يكاد أن يقدر عليه، وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق أيام العشر، ليس لهم حاجة سوى أنهما يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. ولذلك مما يشرع في أيام عشر ذي الحجة التكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعنون عناية كبيرة بهذا الذكر وهذا التكبير، والله جل وعلا يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، فهو موسم عظيم ينبغي أن يغنمه العبد. قد يقول قائل: ما السر في هذا الفضل العظيم لهذه العشر المباركة؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والسر في تفضيل هذه الأيام العشر على غيرها من الأيام لاجتماع أمهات الأعمال، فيجتمع في هذه العشر من الأعمال الصالحة ما لا يجتمع في غيرها، فالصلاة والصوم والصدقة والحج والأضحية والذكر وقراءة القرآن وغيرها من النوافل والعبادات تجتمع في هذه العشر ما لا تجتمع في غيرها. فهذا هو سر
التفضيل لهذه العشر الذي اجتهد العلماء في بيانه. لذلك على العبد أن يغنم هذا الموسم الكريم، ولا يلتفت العبد إلى المخذلين والمثبطين، فإن الصيام عمل صالح. وقد ظهر عند بعض الناس أن صيام تسع ذي الحجة من البدع، وهذا قول مبتدع، بل إن الصيام عمل صالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. بل قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصيام عمل صالح، فمن قدر عليه في هذه العشر فليصم 9 منها أو بعضها حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يجتهد العبد في ذكر الله سبحانه وتعالى، في تلاوة كتابه، ليكن لك يا عبد الله ختمة في هذه العشر أو ختمتين أو أكثر، فإن ذلك من القربات. فما تقرب العبد لربه عز وجل بمثل تلاوته لكتاب الله جل وعلا. بل لا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة النظر في معانيه، فإن ذلك يطلع المرء على معالم الخير والشر بحذافيرها. أيضا من الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه العشر أن العبد ينبغي له أن يضحي ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا النسك، خاصة لمن لم يتيسر له الحج إلى بيت الله الحرام، فإن الأضحية نسك وقربان يتقرب العبد به إلى الله جل وعلا. ولما أنزل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة والنحر صلوات ربي وسلامه عليه، ضحى بكبشين أملحين أقرنين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على تعظيم هذه العبادة العظيمة. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فليس منا، مما يدل على أهمية الأضحية. نعم، هي سنة مؤكدة، وينبغي أن يعتني العبد في أضحيته بأن تكون سمينة وحسنة وعظيمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: تعظيم شعائر الله الاستحسان والاستعظام والاستسمان، بأن تكون الأضحية بهذا القدر وبتلك المثابة وبتلك العظمة وبذلك الجمال. ولا ينبغي الإنسان أن يزهد في قيمة الأضحية أو أن يرده ثمنها عن أن يضحي بها ويتقرب إلى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله تعالى غني عن لحوم الأضاحي وعن دمائها، وإنما المقصود أن يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بذبح الأضحية. والسنة أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته. وكذلك إذا أراد العبد أن يضحي، فإذا دخل شهر ذي الحجة فإنه لا يحل له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيء حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيء حتى يضحي. وهذا الحكم خاص بالمضحي فقط، ولا يشمل المضحى عنه، وكذلك لا يشمل الوكيل. فمن وكل في ذبح أضحية فإنه لا يلزمه الإمساك، وكذلك الذي عنده وصايا لأموات أراد أن ينفذ الوصية لا يشمله هذا الحكم، فإن الحكم خاص بالمتبرع بالأضحية من ماله الخاص. بمعنى لو أنا أردت أن أضحي عن نفسي أو عن والدي وتبرعت بها فأنا الذي أمسك عن هذه الأمور. أما لو كان والدي قد أوصى وصية وأنا أنفذها
أو وكلني شخص بذبح أضحية فإنه لا يشملني هذا الحكم، فلا بأس بأخذ الشعر والظفر ونحو ذلك. إذن المقصود أن الحكم خاص بالمضحي فقط، وهذا موسم عظيم والكلام عليه يطول، ولكن حسب ما ذكرت من هذه الآيات والأحاديث التي تشحذ همة المؤمن وتقوي عزيمته في طاعة الله، فإن المؤمن إذا سمع تلك البشائر وتلك الفضائل شمر عن ساعد الجد، لأننا جميعاً في زمن الإمكان في زمن العمل، وكم من أناس تمنوا أن يتقربوا إلى الله جل وعلا، ولكن حال بينهم وبين ذلك المنون، فهم الآن مرتهنون بأعمالهم، وأنت بحمد الله ترفل في ثوب الصحة والعافية وأنت من الأحياء، فشمر عن ساعد الجد واغنم هذا الموسم، ولا يسبقنك من الله سابق، فإن الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه أرحم الراحمين. وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.